إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم دعاء مبارك ماه رمضان بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك منا علي بفقاك رقبتي من النار في من تمن عليه وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغن كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اكز دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل اسير اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اكز عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترست على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم دعاء إفطار بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت فتقبله مني إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم يا واسع المغفرة اغفر لي اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه